بسم الله الرحمن الرحيم. هنقول مع بعض يا شباب شيت التوكسيكولوجي والفورنسيك بنظام كلاس A وبي بي سي. A يعني حاجة مهمة ما تدخلش الامتحان إلا إذا ذاكرتها، بي أوقات تنزل في الامتحان وأوقات ما تنزلش، سي بالكتير تيجي إم سي كيو ممكن ما تجيش خالص، يعني لو ما فيش وقت ما تبصش عليه. تمام، هنبدأ بالجنرال توكسيكولوجي أو التعريفات والتقسيمات ديت. كلاس سي سيمبتومز كلاس سي، الفاكتور افكتنج توكسيك ريسبونس ده كلاس بي. تمام، الجنرال مانجمنت ده كلاس بي للاورال، ومفيش اورال السنه دي كويس. المانجمنت الاستابلايزيشن سواء الاير واي والبريس والسيركيليشن والدرانس ده كلهم كلاس بي ما عدا الكوما كوكتيل. كوما كوكتيل ده كلاس ايه، تمام تعرف كويس. الميجرمنت ايدنتيفاي البويزنينج كلها بلس دي، هيستوري جنرال بلس بي بلس بي. برضه اكسترنال بلس بي. توكسيدروم كلاس اي، تمام توكسيدرومز كلاس اي، وما تدخلش الامتحان مش مذاكر توكسيدرومز. الدي كونتامينيشن ممكن نعتبرها كلها كلاس بي، تمام سواء تقييم سيزوجاست كلافاز اكتيفيتد شارك الهول باور ريجيشن كاسيرجز كلاس بي. البارك المالتيبل دوز اكتيفيتد شارك والدوريس والمونيشن والدياليس والهيموبرفوجن كلهم كلاس بي. واقصد بكلاس ايه يعني بالكتير 10 موضوعات هتلاقيهم في الشرعي و10 موضوعات هتلاقيهم في التوكسيكولوجي كلاس ايه بالكتير، يعني عشان كده ما تدخلش الامتحان كلاس بي ده هتلاقيه كتير بقى معظم المنهج للناس اللي عاوزة تجيب امتيازات. والحاجات دي كلها اتشرحت بقى في الفيديوهات ونزلت ادي جوجل بريمير برضو علشان نحسن من بتاع الافلام الفيديوهات، بحيث برضو نشيل التشويش من اليوزر ونرفعهم تاني. الكوما ده كلاس اي، تمام كوما كلاس اي، والباقي كلهم ممكن نعتبرهم كوما كلاس بي. صغيرات الفيلير كلاس بي، والإديما ممكن بي وسي كمان ما نعتبرش حاجة. شوك كلاس بي، أسيد بيز ديستربنس كلاس بي، شوك أرمينس بي كلاس بي. برضه مهرسيز كلاس بي، الأنافلاكسيز الأنافلاكتويد برضه كلاس بي، أنتيدوت بي، هوسبيتال ده ديسبوزيشن ده حاجة كلاس سي. تمام كده جينا توكسيكولوجي خدنا منه بس 3 أسئلة كلاس إيه، كوما كوكتيل توكسيدرومز الكوما. تمام كلش الامتحان مش مذاكر ال3 أسئلة دول وترجع تزعل في الآخر. في حاجات كتير بقى كلاس بي لأن الامتحان بيجي منه أسئلة كتير طبعا. ده جدار عشان البنات ديت، دي برضه جدار تجمعات برضه علشان الامتحان. كوروسيف برضه ديفينيشن وكلاسيكيشن بسط الثيولوجي والمانر فاكتورز كلاس بي الفيزيس ليجن كلاس بي. كوروسيف از لوكال اكشن كومبليكيشن كلاس دي، والانفستيجيشن مش مهم، الجريدنج تريتمنت بقى المهم عندي كلاس بي برضو، انهاليشن اوف كروسيت كلاس سي، سكينكس واجر كلاس بي، ايكس واجر بي، باتم بيتري برضو كلاس بي. الكروسيف از لوكال اكشن كاربوليك اسيد والاكزاليك اسيد كلاس اي، تمام كلاس اي. أورجانوفوسفورس كومباوند في حاجات فيها هتكون كلاس اي طبعا، هو الانتيدوت التريتمنت بتاعها. الكلينيكال بيكتشر بتاعتهم كلاس بي. كومبليكيشن انترميديات سندروم ديليد نيوروباثي كلاس بي. تريتمنت بقى الانتيدوت كلاس اي، تمام الاتروبين سواء الاتروبين او الاوكسين.
كاربامينس كلاس بي، نفتالين كلاس سي، بايونسرين كلاس سي، رودنتيسايد زنك فوسفايد كلاس بي، وارفارين كلاس سي، سيرتنين كلاس سي، بلانت بوزنينج الألكالويد الأتروبين. الأتروبين كله كلاس بي، تمام كلاس بي. تريتمنت الأوربتس كلاس سي، الأفنتين برضه كلاس سي، هيستامينك كلاس سي، هيدروكربونز الكيروسين كلاس بي، فولاتايل أجوز كلاس سي، صالسيليت والباراسيتامول الاتنين كلاس إيه، تمام. الصالسيليت هنقول بقى إيه اللي ممكن يجيبه، الباسوفيستولوجي احتمال كلينيكال بيكشر وارد، التوكسيك دوز مهمة علشان ام سي كيو انفستيجيشن مش مهم أوي، التريتمنت برضه كلاس بي، تمام. عندي الهيموداليسيز انديكيشن بي، الديفرنشال دايجنوزز كلاس بي برضه، باراسيتامول كلاس اي برضه بيشتغل ازاي الباسوفيستولوجي عشان ام سي كيو والتوكسيك دوز، الفيزز بتاعته كلاس اي، تمام. الفيزز بتاعت الباراسيتامول الار توكسيسيتي، تمام كلاس اي. الزنك فوسفات برضه الفيزز بتاعته كلاس بي، متنزلش بنفس اهمية الباراسيتامول ولا الار. الديجيتاليز كلاس بي، الديجيتاليز ممكن يجيلك الكلينيكال بيكتشر بتاعت التوكسيستا اكيوت او كرونيك، او يجيلك التريتمنت الانديكيشن بتاعت الانتيدوت بتاعك. بيتا بلوكر كلاس سي، الكالسيوم شانل بلوكر كلاس سي، نايتريتس، الميت هيموجلوبينيميا كلاس بي، تمام. تحفظ الانتيدوت بتاعها كلينيكال بيكتشر، انتيدوت تريتمنت بتاع الميت هيموجلوبينيميا بيحصل ازاي. سيروفيلين كلاس سي، توكسيك جاز الكربون مونوكسيد كلاس اي، تمام. كربون مونوكسيد كلاس اي ممكن يجي فيه المود، لا يجي لك بقى الكلينيكال بيكشر بتاعته بيشتغل ازاي المود توكسيسيتي، بس اهم حاجه الكلينيكال بيكشر بتاعته. سؤال نزل السنه اللي فاتت الديفرنشال دايجنوزيس بتاعته، تمام. الديفرنشال دايجنوزيس سؤال في الاخر التريتمنت بتاعه مهم برضه، الديفرنشال دايجنوزيس، الديفرنشال دايجنوزيس ده سؤال مهم نزل السنه اللي فاتت وناس كتير سابته ما حلتوش عشان كان موجود في عين شمس. سانات كلاس بي، سانات ممكن التريتمنت سانات كيتس بتاعته ركز عليها بس. هادرون سلفايد برضه كلاس بي، الكلينيكال بيكتشر بتاعته مهمة. إرجاز ده كلاس سي، الهيفي ميتالز أهم واحد فيهم الأير كلاس إيه معايا، الليد كلاس بي مبقاش ينزل بنفس أهمية الأير دلوقتي، البلمبيزم مهم كلاس بي، سواء بقى ممكن يجيب لك حاجة معينة، ممكن يقول لك التأثير على البلاد بس أو التأثير على البون، ممكن يجيب لك حاجة من الكلينيكال بيكتشر ما يجيبلكش كل الكرونتكس أهم من الأكوت توكسيس. كليشن الانتيدوت برضه انت هتذاكرها كلاس بي، من الارن كلاس اي معانا ينزل كتير لان بقت منه كتير الايام دي بسبب الاطفال، هو ده ينزل زي على الشوكولاته، والكلينيكال بيكتشر بتاعته مهم والانتيدوت بتاعه مهم نخلي بالنا منه، تمام. ميركوري كلاس بي، الارزينيك بص فيه لأنه مش علينا في بنين أصلا، محسوب من على البنين طبعا، الأرزنت ده للبنات بس تبقى من على البنين مش علينا الأرزنت. الألكوهولز بلس إيه، تمام. الإيثانول لازم تعرف الكلينيكال بيكشر والتريتمنت، تمام. بس ممكن نعتبر الإيثانول كلاس بي إنما الميثانول كلاس إيه، تمام. الميثانول كلاس إيه
سواء كلينيكال بيكتشر او التريتمنت بتاعته، او ليه هو اشد خطوره من الايثانول. وده ترجع لبدايات المراجعه هتلاقي الايثانول جلايكول كلاس بي لانه نزل مره قبل كده في الامتحان. الديبندنس كلاس بي سواء بقى الكلينيكال بيكتشر بتاعت الاكوت توكسيستي او تعمل له تريتمنت ازاي للحاله. الفود بويزنينج كلاس سي ما عدا البوتوليزم كلاس بي، تمام. الفود بويزنينج كلها كلاس سي ما عدا البوتوليزم كلاس بي، تمام. البوتوليزم يركز على التريتمنت والأعراض بتاعتها والسبيشال فورم. سيرواتيروس كومبرويدز كلاس بي، كلاس سي آسف، كلاس سي يعني بالكثير نقطة ام سي كيو. الانيمال بويزنينج كله كلاس سي. انيمال بويزنينج كلاس سي اللي عاوز يقراه يعني هو برضه متسجل في ربع ساعة بسرعة، تمام. نسبته في الامتحان أقل من الحاجات التانية، وأهم برضه لو عايز تقراه لو في وقت يعني. السايكوتروبيك دراجز الفينوسازين كلاس سي، تمام. هتلاقي فيه تشابه كتير يعني اللي هنذاكر منه الانتي ديبريسانت كلاس بي، تراي سايكليك انتي ديبريسانت كلاس بي. ممكن يجيب لك الميكانيزم اوف اكشن، يقول لك الكلينيكال بيكتشر التريتمنت اوف اكسس، تمام. دي الاسئله اللي هتنزل فيهم، وتشابه كتير في الاكشن بتاع ليثيوم كلاس سي. سيداتيف هيبنوتكس الباربيتوريتس كلاس بي، الامسيكو برضه الكيميكال ميكشر مع انه ما بيستخدمش العين دي. واهم منه البنزو دايزين، تمام. اهم منه البنزو دايزين ركز عليه برضه. ميكانيزم كيميكال ميكشر تريتمنت فينيتوين والكربامازيبين اتنين كلاس سي. دراج ديبندنس من الشواطر المهمة عندي التعريفات اللي في الأول كلاس سي، تمام. في سؤال مهم هنا الميديكال هازارد اوف دراج ابيوز نزل السنة اللي فاتت كلاس A، جنرال مانجمنت كلاس B، تمام. الأوبيوت كلاس B أهم حاجة فيها ممكن نعتبرها كلاس A اللي هي الأوبيوت سيندروم الاضطرابات، تمام. تريتمنت والديبندنس مهم برضه كلاس B. رامادول كلاس A، ترامادول كلاس ايه عندنا في القسم بيعشقوا الترامادول، تمام. فسؤال في الامتحان كانابيز كلاس بي، كلينيكال بيكتشر بيشتغل ازاي كام سي كيو، اكزايتد ديليريوم سندروم مهمه كلاس بي. ديبندنس، ديبندنس كله انا كاتبه لك باسطمبه واحده عشان يسهل الموضوع عليك. نيكوتين كلاس سي، امفيتامين كلاس بي، كلينيكال بيكتشر حبوب الطلبه بيسموها برضه الكوكين بلس بي. الكوكين ديبندنس دي برضه كان معلومة ملحوظة عشان الامتحان. سيت بيرفورمانس كلاس سي ما بينزلش في الامتحان. تجميعات برضه كويس إن الشفوي اتلغى السنة دي يعني ده في حد ذاته إنجاز. ده امتحان السنة اللي فاتت طبعا هتلاقي كل حاجة قلناها كلاس ايه ده التوكسيكولوجي الفورنسي ده التوكسيكولوجي. مفيش حاجه في الامتحان احنا ما قلناش هتلاقيها عندك من كلاس ايه 8 اسئله، تمام. كده خلصنا الشيت بتاع التوكسيكولوجي، نخش على الفورنسيك الايدنتيفيكيشن برضه ديفينيشن الليفنج والديد ده حاجات كلاس سي. ايدنتيفيكيشن اوف بون كلاس بي بقى ده علشان العمل هيفيدك في العمل كتير، الدرس هتذاكره تستفيد من العمل بينزل لك عظمة ولا اتنين، تمام. أرقام علشان الـ MCQ، تمام. الـ Medical Importance Increase خلي بالك منها كلاس بي، الأرقام الكتير دي علشان الـ MCQ، تمام. ركز على الـ Age، قلنا نركز على الـ 21 بينزل كتير في الامتحان، ممكن 16 عشان حالات الكيس، تمام. هنا قلنا نركز الـ Age of Medical Importance، نركز على سن 14 ونركز على 18 ايه هي الحاجات او الخصوصيات بتاعت السن ده او اللي بيحصل فيه.
مجرد النوتس الحاجات دي كلها كلاس دي تمام مش كيو بس. البول السكس ايدنتيفيكيشن كلاس سي، بس هو الموضوع عملي برضه هتاخده في العملي. بالنسبة للماجر فينجر برينت كلاس سي، ميدو كريجر امبورتانس اوف في برينت هير ايدنتيفيكيشن كلاس بي، بس يعتبروا سي ما بينزلش احنا عندنا كتير في البرينت. فرنسك جينيتكس هتركز بس على الميدو كريجر امبورتانس بتاعتها كلاس بي تنزل في الامتحان. الديس من الشباتر ان هم كلاس ايه، الميديكال ليجال امبورتانس اول سؤال كلاس ايه، كوز اوف ميديكال مانر اوف ديس كلاس بي، الفيزس كلاس بي، برينديس مش مهم الحاجات دي كلاس سي كلاس ايه، تيستس اوف برين ستيمدس ديت كلاس ايه تمام. 7 اختبارات resistant vegetative state class B sudden natural death class C post mortem changes chapter A class A ال cooling class B ال hypostasis class A خاصة ال medical importance بتاعتها ال rigor mortis class A medical importance في تشابه بين الاثنين differential diagnosis class B ال cadaveric spasm class A الفيزيس اوف ماسل ستيت ده كلاس بي بوست مورتم بوتريفاكشن كلاس بي ده المينو كليجر امبورتنس والدوريشن علشان الام سي كيو او الفاكتورز ينزل في الام سي كيو الادوسير الماميفيكيشن ماسيريشن كلاس بي الاي تشينجز كلاس بي سكين تشينجز كلاس بي الانفستيميشن كلاس بي تمام. الوومز كلاسيفيكيشن اوف وومز كلاس بي ابريجن ميديكال ليجر امبورتنس بتاعتها كلاس بي هي والبايبس بتاعتها اللي نزلت في الامتحان بتاع الميد راوند بايبس اوف ابريجن كلاس بي كونكلوجن كلاس بي ميديكال ليجر امبورتنس بتاعتها كات وومز كلاس بي كلاس بي كنت يوزد أو لسريت بوند ستي بوند كلاس بي كلاس سي باون شين كيكينج ديفنس بوند كلاس بي بايت مارك كلاس بي ال باون شين كيكينج ديفنس بوند الديفنس بوند كلاس بي انما الكيكينج والباون شين ده كلاس سي ديفنس بوند والبايت مارك ده كلاس بي فابريكيتد بوند كلاس بي الجدول ده كلاس سي كومبليكيشن كلها كلاس بي تمام. اي حاجه في الكومبليكيشن ممكن تنزل لك النيوروجينيك شوك كلاس بي الهيموراجيك كلاس بي الهيماتوجينيك كلاس بي الامبوليزم كلاس بي السمنت انترفاسكولار كوابوليس كلاس بي اذر ريسبيرات ستريس سندروم ده كلاس بي تمام. الثلاثه اللي في الاخر السيبسيس سوبر رينال هيموباكيت رينال فيلير كلاس سي الالسريشن اوف جي اي تي كلاس بي تمام. ركز بقى عليهم وتعلم عندك في الملزمه أو الكتاب المواضيع المهمة اللي أنت هتذاكرها تمام. Injuries of special organs suicidal or homicidal cut throat برضه class B causes of this class B injury of chest تمام MCQ class C injuries of lung or heart class B abdominal injuries class C ما عدا الجدول ده class B تمام. musculoskeletal injury و spinal injury class C head injuries من الشباتر المهم ممكن في الامتحانات scalp injuries برضه مهم ال type of injuries abrasion bruises هتطبق بس ال bruises هنا class B ركز عليها جمعت جدول ال lacerated wound class B complication class A complication class A هي والسيكوان of head injuries skull fracture class B bone pressure fracture سواء أنواعه الـ characters أو الـ healing ركز برضه على الـ complication والأنواع class B depressed fracture نفس العناصر اللي في class B
Minimum card fracture class B. This fracture class B. ركز بقى على النقط الـ MCQ سواء بقى باتري ساين أو راكون آي. الـ injuries للـ brain class B سواء بقى diffuse neuronal concussion class B. lucid intervals class A ركز عليها، بيحبوا يسألوا فيها cerebral compression class B. use a zonal injury class B. localized contusion or laceration class C. الهيموريج انتراكرينيال هيموريج كلاس سي. عايز تقرا انت كده كده اساسا خدتها، بس فيها بعض النقط زي الباكينج انجيتس هيموراجيكا حاجات زي كده بتنزل في الام سي كيو فتركز عليها. السيكوالز اوف هيد انجريز كلاس اي تمام، هي والكومبليكيشن لانهم بيتكرروا في امتحانات كتير. كوزز اوف ذس ده كلاس بي. Firearm injuries الشابتر كلاس بي مهم في العملي، أنواع الأسلحة والحاجات دي كلاس سي. البركشن كاب الميديكو ليجال امبورتانس في أي واحدة فيهم كلاس بي وارد تنزل في امتحان. كارنادين البلاك سموكلس باودر كلاس بي. ميديكو ليجال امبورتانس اوف جان باودر كلاس اي لأنها هتتكرر، هتلاقي نفس الميديكو ليجال امبورتانس بتاعت البروجكتات. الوودز المقارنة بين الانترنال والاكسترنال وودز كلاس بي. ديستانس والحاجات ديت كلاس بي. بوليتس نوع كلاس سي. فاير ارم انجريز الكاركترز والفاير ارم انجريز كلاس اي تمام. كاركترز مهمة الانلت والاكزيت كلاس بي. الكوز في اتيبيكال ابيرانس كلها كلاس بي بتنزل في الامتحانات. Estimation of distance والحاجات ديت كلاس بي. Precaution during دي كلاس بي، وإنه وارد ينزل يسألك دور الطبيب أو تتعامل إزاي. Explosive injuries last injuries كلاس سي. Violent asphyxia اللي في الأول الأنوكسيك أنوكسيا والتعريفات والتقسيمات دي كلاس سي. stages ده كلاس بي. تودوس ليفر سبوت تركز الام سي كيو ساين كلاس بي لانك هتكتبهم بعد كده. الهانجنج كلاس اي تمام، سواء بقى يسالك الميكانيزم او يسالك التايبز تمام بتاعتها او الكيميكال بيكشر والجنرال ساين. سترانجوليشن كلاس اي برضه نفس الفكره، الميكانيزم او الكيميكال بيكشر. جدول بين الليجيتشر مارك بتون الاسترانجوليشن والهانجنج كلاس اي تمام. الجدول ده مهم جدا، اهم في الموضوع ده. سنوسلينج كلاس بي، سنوسلينج كلاس بي، شوكينج كلاس بي، سفوكيشن سي، سيكشوال اسفيكسيا سي، ميرشن اس ميكانيزم كلاس اي، دايركت وون دايركت تيبيكال دراونينج دايركت ميكانيزم. دراي دراونينج ركز عليها برضه، دراونينج كلاس اي تمام، سواء بقى الساين بتاعته تركز عليها جامد. دراونينج مهم بيتكرر في الامتحانات كتير. بروبابل فور ساين تمام. ميكانيكال اسفيكسيا كلاس بي. فيزيكال انجريز انا لسه شارحين من فتره. البيرنز المانرز والحاجات دي كلاس سي. الباثوفيسيولوجي كلاس سي. الرول اوف 9 كلاس بي. الديجري فورم كلاس بي تمام. السيكوال اوف بروجنوزيس كلاس بي. السيفيرتي بيكوز اوف ذس كلاس بي. سكولدينج كلاس بي. كيميكال بيرنز كوروسيف انت كده اخدت توكسيكولوجي وعارف الكلام اللي موجود ده، والمقارنة عادية مفيهاش حاجة. هيت اكسبوجر كلاس سي انت اخدته في الكوميونتي. هيت اكزيشن سيركو هيت ستروك. الالكتروكوشن الكلينيكال بيكتشر مهمة او الفاكتورز، فاكتورز مهمة الكلينيكال بيكتشر مهمة برضه. والكوز اوف ديس تلاتة كلاس سي. ديس فروم كولد كلاس سي. الراديشن كلاس سي انت اخدتهم في الكوميونتي.
سيكشوال اوفنس تقسيمات كلاس سي ام سي كيو، الليجال اسبكت كلاس ايه، ايه دور الطبيب هيعمل ايه لما في حاله السيكشوال اوفنس كلاس ايه، تمام. الريب كلاس ايه، الاكزامينيشن كلاس بي، السيمينار السين ده كان اورال كلاس سي، امبوتانس كلاس سي، فيرجينيتي كلاس بي، سامد كريتال امبورتانس او الانواع كام سي كيو كلاس سي، جداول التفرقة بين الاولد والريسنت والسنجل والمالتيبل انتركورس والهايمنز اوف ميديكال امبورتانس، الحاجات دي كلها كلاس دي، تمام. سودومي كلاس سي، ميديكال اسبكت اوف بريجنانسي كلاس بي، ميديكال امبورتانس او الدياجنوز سبب البروبابل مش بور ساين، تمام. ازاي تعمل اكزامينيشن، الحاجات دي كلاس سي، تمام. الفورس بوزيتيف والفورس نيجاتيف كلاس بي، ديليفري كلاس بي، الاكزامينيشن او ازاي تشخص ابورشن كلاس اي، سالمون كريتيكال امبورتانس او التايبس، تمام. كلاس اي بس اهم واحد فيهم اللي هو الكريمنال ابورشن، واهم حاجه فيه الميثودز، تمام. واهم واحده فيه الميثودز الدراجز، تمام، اللي هي الاكوبوليت دراجز، فتركز على الليجال ابورشن كلاس ايه بالشرط. كومبليكيشن بتاعته كلاس ايه، مجموعه في المونيك شي بيد، شي بيد دفعت ثمن الجريمه اللي ارتكبت، تمام، دي كلاس ايه. تشايلد ابيوز كلاس بي، سواء الفيزيكال، اهم حاجه في الفيزيكال، انواع الفيزيكال انجريز اللي ممكن تحصل له، اهم واحده فيهم اللي هي البون فراكشر، علشان الكوفي سيندروم، ام سي كيو المويست بير، الدونال ساينز زيبرا، الحاجات الام سي كيو، المانشينسون سيندروم كلاس بي، شيكن بيبي سيندروم كلاس اي، شيكن بيبي سيندروم كلاس اي، نيجليكشن الايموشنال كلاس سي، سيكشوال ابيوز كلاس بي، تمام. رول اوف فيزيشن، رول اوف فيزيشن ان كيس اوف تشايلد ابيوز، او ازاي الطبيب يكتشف حاله الشايلد ابيوز يعمل لها دايجنوزيس كلاس اي، تمام، موجوده في بس دايجنوزيس اوف فيزيكال شايلد ابيوز كلاس اي، هي والرول بتاع الطبيب، تمام، كلاس اي. انفانت ديس درس معظمه عملي، تمام. كلاس بي الجدول بتاع الهوميسايدال والسويسايدال استرانجوليشن، انفانت سايد ده مهم علشان العملي، تمام، ينزل لك في العملي الاكسترنال ساين والانترنال ساين، دي برضو كلاس بي تنزل كتير، ممكن نسألك لوحدها وممكن تنزل في الامتحان. هم للعمل عشان الريسبايرد والنون ريسبايرد رانك، هتلاقي عندنا كذا يار موجود فيهم الموضوع ده، ولازم تكتب ليه الساين كلها كلاس بي تعرف عشان ام سي كيو سادن انفانت ديث سندروم كلاس بي. توشر مش مهم كلاس سي، ما بينزلش في الامتحانات اساسا. فورنسيك راديولوجي ما بينزلش. بلاد ستين كلاس بي كمهم للعملي عند البنات. لا البنين مش مطلوب منهم البلاد ستينز خالص. الميديكال ليجال امبورتانس، ترانسبورتيشن انجري ما بتنزلش في الامتحانات خالص، يعني حتى لو عاوز يعني خلاص، هي كلاس دي كلها هتشطر على بعضه. هنجيب الورق بس بتاع الدكتور مصطفى الوكيل عشان نعمل على اهم الاسئله دي. زي ما احنا قلت لكم برضو ان الدروس دي مهمه كعين شمس المعظم الموضوع ده، بس احنا هنشوف الورق بتاعنا، فلو معاك الورق عشان تحدد الاسئله المهمه، تمام. الطرد في ميديكال مال براكتس مش مهمه، الدياجنوستيك ايرور والدياجنوز سوبر دياجنوز والحاجات دي اعتبرها كلاس سي، تمام، ما تنزلش كده. الجولز اوف امبروفينج القاعدة بتاعت الفايف ايرورز، تمام، برضو حاول تعرفها، جاست انيميريشن
تمام. والكوزس ميديكال ايرور الدكتور برضه حددها كموضوع مهم، كوزس ميديكال ايرور تمام. position يا شباب هم سؤالين مهمين اللي هي retained form body the causes of fire during the operation causes of fire during the operation وال retained form body وال consent ده أهم ثلاث مواضيع حاول يعني تبقى عارفهم كويس لأن الكلام أساسا الكلام كله دخل في بعض مش عارف أطلع عنوان الدرس عشان أحدده. فال consent وال retained form body وال causes of fire during the operation برضه مهم تمام. فحاول برضه تقرا الورق كله لان الدكتور ما بيغير الاسئله فمش تتوقع ممكن يجيب لك اي حاجه موجوده في الورق تمام. ربنا معك.